الحقيقة احنا الاتحاد الدولي أعطانا 6 أشهر، انتهت هاي ال6 أشهر. احنا تعرفين حضرتك الانتخابات بالنسبة لنا ليست فقط انتخابات الاتحاد المركزي، وإنما هناك اتحادات فرعية، عندنا 17 اتحاد فرعي. احنا كملنا اللي علينا كلجنة تطبيعية، كملنا النظام الداخلي وأرسلناه للفيفا، والفيفا أشر ملاحظاته واتفقنا مع الفيفا في كل شيء. بقى فقط انه نعرض النظام الداخلي على الهيئه العامه. احنا عندنا فقط ملاحظه الان يجب ان نذكرها، انه هناك قانون في البلد، قانون رياضي الان في مجلس النواب، قانون الانديه والاتحادات. هذا القانون الفيفا طلب من عندنا ان نترجم هذا القانون ونرسله لهم حتى يشوفون هل هناك يعني تقاطع مع النظم الدوليه. فاحنا بعثنا هذا النظام القانون، والفيفا جاوبنا قبل فتره وطلب مزيد من المعلومات. فاحنا الان في تنسيق واتصال مع الاخوان في من خلال ايضا الاخ وزير الشباب في التنسيق مع مجلس النواب واللجنه لجنه الشباب والرياضه لتجاوز بعض النقاط اللي قد تتقاطع مع النظم الدوليه. زين حضرتك انه الفيفا لا يقبل اي تقاطع في مصلحه كره القدم، ولذلك احنا الان في هذه الحلقه في هذه النقطه ننتظر مجلس لجنة الرياضة والشباب لأعطانا بعض التفسيرات للقانون حتى بالنسبة للفيفا يعني تكون عنده صورة واضحة أنه لا يوجد تقاطع بين النظام الأساسي للاتحاد العراقي والقانون الجديد اللي الآن يعني ده يقترب من التصويت عليه في مجلس النواب. فقبل هذا التصويت علينا ان نرتب هاي الحاله، واني على ثقه انه خلال الايام القادمه راح يتم انجاز هذا العمل. واما في مساله الانتخابات فهو مرهون بهذا بالمصادقه على هذا النظام الداخلي قد ما يرجع من الفيفا. نعم دكتور، لكنك لم تجبني على السؤال، متى تتوقع ان تنظم الانتخابات؟ في ظرف سنه اقل، في ظرف اشهر قليله، يعني متى تتوقع؟ لا هو التبديد صار من 6 أشهر، اعطونا 9 أشهر اخرى. احنا خلال هذه ال9 أشهر علينا ان ننهي كل شيء. فاتوقع اني بنهايه السادس، يعني الشهر السادس من 2021 هو الديدلاين، يعني ما عندنا مجال بعد اكثر من هذا نهائيا. رغم الجهد العالي اللي اتوقع اني اللي هي 18 لجنه انتخابيه راح تكون، اللجنه الرئيسيه اللي هي في بغداد واللجان الفرعيه اللي هي على مستوى المحافظه. يعني ربما قد تدعونا للانتخابات في نهايه يونيو 2021 دكتور؟ ان شاء الله. احنا مرهون طبعا بالنظام الداخلي ايش وقت يوصلنا حتى نجتمع مع الهيئه العامه صادق بشكل نهائي ونبدا الانتخابات فورا. احنا حتى خريطه يعني توقيتات جاهزه.